عملنا من المشهد الأول له عن الحر بن يزيد الرياحي الذي احتدى، وبعدين انتقلنا إلى مشهد القاسم اللي في صغر سنة اللي ما يتجاوز 16 سنة، من 13 إلى 16 سنة، والتحق بركب الإمام الحسين مع الشهداء، وأخيرا شاهدنا مشهد الرضيع الذي كان هو الحجة الكبرى. الآن مع أسئلة المسابقة أو مشهد عبد الله الرضيع، أولا مع فريق أبي الأحرار اختاروا سؤال. ثمانية، هل سقط دم الرضيع الذي رماه الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم أم لا؟ لا. صل على محمد وآل محمد. فريق حامل اللواء اختاروا سؤال. ثلاثة، ما الأمر الذي أصدره قائد جيش الأعداء بعد طلب الإمام الحسين؟ أن يسقوه الماء، أن يتركوه، أن يرموه بالسهم. صل على محمد وآل محمد. فريق ساقي العطاشة اختاروا سؤال. ستة، ماذا فعل الإمام الحسين عندما قتل ابنه؟ شنو سوى الإمام الحسين؟ أول شيء رمى بدمه إلى السماء، أو رمى بدمه إلى الأرض؟ إلى السماء. صل على محمد وآل محمد. فريق القاسم بن الحسن اختاروا سؤال. واحد، ماذا كانت ردة فعل القوم لما طلب الإمام الحسين عليه السلام من القوم أن يسقوا الطفل الماء؟ سقوه أو لم يسقوه؟ لم يسقوه. صلوا على محمد وآل محمد. على أعلى أعلى. فريق سيد الشهداء أربعة، من قام بقتل عبد الله الرضيع؟ الشمر، حرملة، عمر بن. أحسنت. صل على محمد وآل محمد. فريق سفير الحسين اختاروا سؤال. سبعة، اللهم لا يكن عليك أهون من فصيل ناقة صالح، هون ما نزل بي إنه بعين الله. من قائل هذه العبارة؟ العباس، الإمام الحسين، السيدة زينب. سيدة زينب، يلا قولوا قولوا. إمام الحسين. صلى على محمد وآل محمد. الآن ننتقل إلى الأسئلة العامة، اختاروا سؤال. ستة، كم إمام كان موجود في واقعة كربلاء؟ ثلاثة، ستة، أو تسعة؟ ثلاثة، ستة، أو تسعة؟ بدأ الوقت. جواب نهائي؟ ستة. حظ أوفر إن شاء الله في السؤال الثاني. الإجابة الصحيحة هي ثلاث أئمة: الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، والإمام محمد الباقر. الآن مع فريق سيد الشهداء اختاروا سؤال. ثلاثة، من هي أم علي الأكبر؟ الخيار الأول الرباب، السيدة زينب، أو ليلى. بدأ الوقت. ليلى أو يلا ليلى أو الرباب. خلاص يلا أعطوني جواب واحد، عندكم عشر ثواني. الرباب، الإجابة خاطئة، هي ليلى أم علي الأكبر عليه السلام. فريق القاسم خمسة، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. من قائل هذه العبارة؟ علي الأكبر، القاسم بن الحسن، أم العباس؟ خمسة عشر ثانية.
أعطوني جواب واحد. عباس صلوا على محمد وآل محمد. فريق ساقي عطاشة كربلاء اختاروا سؤال. أربعة، من هي أم البنين عليه السلام؟ الخيار الأول أم البنين، فاطمة الزهراء، أم السيدة زينب؟ من هي أم العباس عليه السلام؟ جواب نهائي؟ حظ أوفر إن شاء الله، هي أم البنين. صلوا على محمد وآل محمد. لا كل زعلانين، صلوا على محمد وآل محمد. فريق حامل اللواء ثلاثة، اختاروا خمسة بعد، اختاروا عندكم واحد. من كان الملقب بقمر العشيرة؟ واحد، علي الأكبر، القاسم بن الحسن، أم العباس؟ العباس. صلوا على محمد وآل محمد. آخر شيء فريق أبا الأحرار، يلا اختاروا السؤال. عندكم اثنين وعندكم سبعة وثمانية. اثنين سبعة وثمانية ثمانية. من التي ماتت حزنا عندما رأت الإمام الحسين في الشام؟ أول خيار سيدة رقية، السيدة زينب، أم السيدة سكينة؟ السيدة رقية، السيدة زينب، السيدة سكينة. حظ أوفر إن شاء الله، السيدة التي ماتت هي السيدة رقية عليها السلام. الآن انتظار الدرجات على ما هذا، نصلي على محمد وآل محمد. ثانيا على ما تجهز العلامات كلنا نسلم على الحسين بسلام واحد. السلام والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا لا كلش الصوت عندكم كلش نازل مرة واحدة. يلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. الصوت الميكروفون أعلى منكم. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. في تعادل بين فريقين. يلا قاعد أغششكم. تعادل، في تعادل بين فريقين. يلا توقعون منه حامل اللواء أول فريق. يلا الفريق الثاني توقعون منه. القاسم بن الحسن، صلوا على محمد وآل محمد. الحين بتكون في تصفيات،
بين الفريقين، بيكون سؤال سؤال، اللي يجيبه غلط خلاص هو اللي يخسر. يلا نبدي منهم، بدي منهم، بدي بكم. يلا فريق القاسم ابن الحسن، عندكم من 1 لـ6. يلا يلا تلفونك إزين. 3، من هو مولى أبي ذر، أبا ذر في كربلاء؟ أسلم، برير، جون، أم زهير بن القين؟ حين كل الأسئلة صعبة لأنها تكون تصفيات. أسلم، برير، جون، أم زهير بن القين؟ زهير بن القين جواب نهائي. الإجابة صحيحة، صل على محمد وآل محمد. ها؟ لوين؟ لا 3 هم. زهير، زهير. عذرا الإجابة غلط شباب، الإجابة الصحيحة جون. يلا ما عليه، الجواب الثاني تجاوبونه صح. حامل اللواء، اختاروا رقم 5. 5. كم دامت إمامة الإمام الحسين عليه السلام؟ 5، 10، 15، أو 20 سنة؟ هدوء عشان يفكرون. يلا 5، 10، 15، 20، بقت 10 ثواني. 10. الإجابة صحيحة، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الكل فايز، ترى هني الكل فايز، ما في أحد فايز، كلكم ما شاء الله عليكم جاوبتون أجوبة أغلبها صحيحة. هذا يعني أنكم أنتم مهتمين بالماتم، سمعون الملا شنو يقول، ومهتمين بواقعة كربلاء وواقعة الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك فكلكم فايزين. بس تفوقت فريق حامل اللواء بفارق بسيط بينكم، فلذلك نصلي على محمد وآل محمد.